هذا هو مطار الجزائر الدولي، المنشأة التي تستوعب الملايين من المسافرين سنوياً. ولأنه نقطة حساسة وهامة، فإنه يستوجب إجراءات صارمة لحماية المسافرين وضمان تنقلهم من مدخل المطار إلى بوابات المراقبة وصولاً إلى مقعد الطائرة. مهام أمنية أوكلت إلى شرطة الحدود الجوية. إجراءات المراقبة تاع المسافر نبدأوها بار ان برومي بوست دونتري. النقطة الأولى تاع المراقبة تكمن في مراقبة المسافر، ساسوري دابور كي لي باساجي، دونك اون فيريفي لا كارت داكسي دو باساجي. إيل يا ان كاشي دو كومبوستاج دو لا كومباني pour dire que ce passager a déjà fait un passage au niveau de la compagnie. C'est une première vérification de ces documents de voyage avant d'arriver au service de police. بالنسبة للإحصائيات، وخلال السنة الماضية 2022 تم ضبط 95 قضية تزوير سجلت من بين عام 120 وثيقة سفر مزورات تظهر على النحو التالي: 36 تأشيرة شنغن مزورة، 7 بطاقات تعريف أجنبية، 12 بطاقة إقامة أجنبية، 38 قضية انتحال هوية باستعمال وثائق أصلية ملك للغير، 21 قضية تسجلت أمام وثائق جزائرية من بينها 7 تأشيرات جزائرية مزورة، وكذا 6 جوازات سفر سجلت من بينها حالتين جوازات سفر تزوير في الملف القاعدي الذي يعد كأصعب تزوير. أما خلال مطلع السنة الجارية شهر جانفي تم تسجيل 4 قضايا تزوير، تم جميعها سجلت أمام مسافرين من جنسية أجنبية، تم ضبط من خلالها جوازي سفر مع 3 بطاقات إقامة بلجيكية. الساعة تشير إلى منتصف النهار، المكان محطة الوصول بمطار هواريب مدينة الدولي. طائرة قادمة من إحدى البلدان العربية تحط على أرضية مطار هواريب مدين. هنا يبدأ عمل أعوان فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بمطار هواريب مدين، ويكون عن طريق الاستهداف المباشر لبعض المسافرين من جنسيات آسيوية والقادمين للجزائر من أجل العمل. You are going. Yes, monsieur. Residence? Yes, sir. Donnez-moi votre residence. في هذه الأثناء يقوم أفراد فصيلة مكافحة تزوير وثائق السفر بمطار هواريب مدين بالتدقيق في وثائق السفر التي يحملها هذا المسافر. Les deux résidés, ouais. Ah. Mm. هنا لا شيء يدعو إلى القلق. هذا المسافر يحمل تأشيرة جزائرية سليمة. نحن الآن على مستوى مطار هواريب مدين قاعة الوصول. في هذه اللحظات وصلت طائرة من أحد المطارات العربية. في هذه اللحظات نقوم بالاستهداف المباشر عند نزول المسافرين، وهذا بملاحظة السلوك النفسي والبسيكولوجي للمسافر. في حالة يكون هناك شك نقوم بتدقيق في وثائق المسافر، في توقيف المسافر والتدقيق في وثائقه. ما زلنا متواجدين في مطار الجزائر الدولي، لكن هذه المرة بمحطة المغادرة. هنا أمام المدخل يراقب الشرطي وثائق السفر ويعاين المطابقة للتأكد منها ويتحقق من بطاقة التسجيل. العملية لا تنتهي هنا، فالمسافر سيمر على المكتب الثاني حيث يتم تمرير جواز سفره عبر جهاز للكشف بواسطة أشعة فوق بنفسجية للتأكد من صحته. Thank you.
ما يقوم به عون المراقبة الحدودية بمطار هواري بومدين في هذه الأثناء هي عملية الفحص الأولية لوثائق السفر الخاصة بهذا المسافر. هذا المسافر يحمل جواز سفر بريطاني. عون المراقبة الحدودية يشتبه في كون هذا الجواز مقلد. هنا في هذه الحالة تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الفحص المعمق أمام فصيلة مكافحة تزوير وثائق السفر. بعد المراقبة الأولية تبين أن المسافر يحوز على وثيقة سفر مزورة وهي تمثل في جواز سفر أجنبي، وبالتالي يتم تقديم المسافر لدى فصيلة مكافحة تزوير الوثائق للفحص المعمق. Good morning. How are you? Where are you hidden? هنا في هذه الأثناء يقوم الضابط باستجواب المسافر بالإنجليزية كونه يحمل جواز سفر بريطاني. Your passport is not stamped. Can you tell me when was the last time you traveled? Don't understand me. ليتبين فيما بعد أن هذا المسافر لا يتقن اللغة الإنجليزية. وبعد التحقيق المعمق والتدقيق في جواز السفر تبين أن جواز السفر مقلد. إذن في قضية الحال مسافر يحمل جواز سفر بريطاني، أثناء التحقق معه في هذه القضية والأخذ بالحديث معه تبين أنه لا يتقن جيدا اللغة الأجنبية. فضلا عن ذلك وأثناء قيامنا بالفحص المعمق لهذا الجواز تبين أنه محل شبهة التزوير عن طريق التقليد، أي استيناء جواز سفر آخر يشبه الجواز السفر الأصلي. لازلنا متواجدين عند نقطة المراقبة الحدودية بمطار هواري بومدين الدولي، وفي هذه الأثناء صادف تواجدنا حالة أخرى. هذه المرة اعتمد فيها أفراد المراقبة الحدودية الجوية على خاصية الاستهداف المباشر للمسافرين الذين تصدر منهم تصرفات مشبوهة تدل على حالة نفسية غير مستقرة. عندك ريزيدونس، عندك إقامة. الارتباك باد في تصرفات هذا المسافر. شبيك راك مقلق وقيلا؟ نعم راك مقلق شوية. لا
الأمر الذي يؤكد فرضية حمل هذا المسافر لوثيقة سفر مشبوهة. نجيك بطاقة هذه؟ نعم بطاقة هذه نجيكها. بعد الفحص الأولي الشرطي يرجح أن الإقامة التي يحملها هذا المسافر مزورة. رأيت بلي مشكوك فيها، علاش تفضل معنا؟ وين؟ تفضل معي اللقطة، تفضل معي. ليتم تحويل المسافر إلى مكتب فصيلة مكافحة تزوير وثائق السفر بمطار هواري بومدين. حضرت عندي بطاقة إقامة محل شبهة برتغالي. صحة، تفضل سيدي درك نشوفها، درك نزيد نشوفها. صحيت. هنا يتأكد الضابط من بطاقة الإقامة التي يحملها هذا المسافر. هذه كيفاش جبتها؟ في إن جروب عرفته في فيسبوك وكونتاكتيتهم ودوموندو لي الفوتو بي دي اف، بعثوا لي عباد اللي خدموها وخرجوا بها نورمال. شوف عبد النور، كاين واحد صاحبك اللي قال لك تدخل الجروب ولا غير منو؟ فيسبوك دوموندو النيميرو تاعي، من بعد كانوا يهبوني بالمعصيه ما كنتش نرفض. واش حقا لك الدراهم؟ هذا المسافر كان ضحية إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تهم ضحاياها بقدرتها على توفير إقامة أوروبية مقابل مبلغ مالي، أين يتم دفع الشطر الأول عند الحصول على بطاقة الإقامة، على أن يتم دفع الشطر الثاني عند الوصول إلى الوجهة. بعثوا لي لافي قال لك يا ودي احنا تاع الإقامة غدا تلاقوا غدوة نجيب دراهم خاش دوموندو لي دو طونش طونش الاولانية شغل هادي اللي ضمنوني فيه. واش حقا لك الدراهم؟ 2000 اورو كي عطاوها لي مديتها لهم في اليد وعطاو لي الكارطة تاعي. عبد النور، باش تجيب وثيقة رسمية، باش تجيب فيزا، تجيب بطاقة إقامة ولا جواز سفر، لازم تروح لهيئة رسمية، لازم كاين دوسي، ماشي واحد يعيط لك بالماسكي انديفيديوال شخص طبيعي تمد له دراهم يعطيك بطاقة. والله ما جات في راسي كاع، انا بلي قاعدين زعما يزور عفسه كيما هادي، ولا انا قلت لي كاع كاين الناس قلت لك بعثوا لي، قال لي ها هادو ما يودي خرجوا، انا الحاجه اللي ضمنوني فيها قلت مستحيل يقدروا يزوروا حاجه ودراهمهم ما دوهمش كومبليس، ما دام راح يدوا الدوزيام برونش حاجه لي قال نورم. انا واش داني انا نوكل على بالي. شوف عبد النور، هادو عيطوا لك في الواتساب، عيطوا لك في الواتساب باش يحتالوا عليك باش يدوا لك دراهمك، تعاون معنا ترجع دراهمك وقلنا الحقيقه. استنادا لتقنية الاستهداف المباشر سي بلاش على مستوى مدخل المراقبة الحدودية، تبين أن هذا المسافر يحوز على بطاقة إقامة أجنبية محل شبهة التزوير. في المرحلة الثانية نتأكد من الشبهة تاع التزوير عن طريق استعمال أجهزة تقنية متطورة، نقوم بالفحص المعمق لتبين فيما بعد أن فعلا هذه البطاقة كانت مزورة. التحريات أو التحقيق الابتدائي اللي كان مع هذا المسافر تبين بلي أنه تحصل عليها جراء تواصله مع أشخاص مجهولين باستعمال واتساب أو الفيسبوك. من خلال الاتصال بهذه الصفحات اللي كان في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يوهموهم على جل باش يتحصلوا على تأشيرات أو بطاقات إقامة مقابل مبالغ مالية معتبرة. ينصادفوا أخيرا هنا في مستوى الحدود أن هذه البطاقة تكون مزورة ويكون مقابل مبالغ مالية معتبرة. ننصحوا الشباب عدم الانسياب وراء هذه المواقع الوهمية من أجل الحصول على وثائق سفر مزورة، يلجؤوا إلى هيئات إدارية رسمية، يودعوا ملفات حقيقية. عدم الانسياب وراء هذه المواقع الاجتماعية، واللي يلجؤوا إلى هيئات رسمية من أجل الحصول على وثائق سفر قانونية. وأنه أيضا على مستوى هذه الفصيلة تمكننا من ضبط العديد من قضايا تزوير المشابهة، وقاموا بتحصل على هذه الوثائق المزورة جراء تواصلهم مع أشخاص مجهولين.
عمل ميداني يقوم به عناصر شرطة الحدود عامة وأفراد فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بمطار هواري بومدين، أدى إلى نتائج إيجابية تؤكده حصيلة المحجوزات التي تتم على مستوى مطار الجزائر الدولي.